مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند عصام. عصام عنده 51 سنة. أغرب القصص اللي شفت في المسار ديالي. مشاهدينا الكرام، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من عقيبة. عصام الأمنية ديالو أنه يشوف الأب ديالو. الأب ديالو ما شافوش من 2019، كيعيش معاه في الدار البيضاء قريب ليه وما قدرش يشوفه. مشاهدينا الكرام، شكون هو الأب ديال عصام؟ شخصية معروفة تعرفوها عدد كبير من المغاربة. هو صاحب حفلات الكيران اللي سميتهم بسم الله. مشاهدينا الكرام، قصة غريبة، تبعوا معايا. عصام من 2019 الأمنية ديالك تشوف باك، هتعود لي العلاقة ديالك من باك من الأول. كيفاش تزدتوا نتوما، كيفاش كبرتوا حتى الآخر؟ أنا الأب ديالي مزوج بثلاثة عيالات. الأم ديالي هي الأولى، كاين أنا أخ ديالي شقاق، وكاين المرأة الثانية عندها خمسة الوليدات، خمسة الدراري، وكاين المرأة الثالثة عندها خمسة. حنا الأب ديالنا ما كان خسرنا حتى حاجة، مهلي فينا، قرانا، تهلا فينا، ما خلى ما دار علينا مسكين، تكرفص علينا، دار كبر الشركة ديالو غادا وكتكبر. المرأة الثانية وليداتها كذلك الله يعمرها دار، متقفين، كيحترموا الإنسان، كيحترموا ريوسهم، والمرأة ديالو الفن حتى هي الله يعمرها دار. المرأة الثالثة من شر ما خلق. من شر دابا الاولى الام ديالك انت مطلقه والثانيه مطلقه، هذه التدوير لا ما مطلقاش الثانيه، باقا معاه كانت الثانيه باقا، ولكن الثانيه كانوا ديما فيما كيجي الاب ديالي كانت عزيز عليه ديك الثانيه، كان كيجي عند الثانيه فيما كيجي هي كتجي للمراه الثالثه، كتجي للدار عنده وكتخاصم معايا وولادها على الاب ديالي. الأب ديالي في أواخر 2018 كان مرض، في 2018 الأوائل 2018 كان مرض الزهايمر الخرف، مسكين ما بقاش كيعقل، إلا خرج بطمويته ما يرجعش، ما يعرفش الدار فين كاينة. شداتو المرة الثالثة، شداتو دخلتو صورتات عليه الفيلا، هي فاش شداتو خلاتو في الدار عندها، نضنا حنا الخوت قبل ما تصورت عليه، حنا عرفناه مريض، قلنا خاصنا نديرو اللي غيسير هاد الشركه وهاد الحافلات، خاصنا نتفقوا بان شي واحد اللي غيسير هاد الحافله. درنا عليه الحجر في المحكمه ديال الولفه، خرج لنا الحكم بان الاب ديالي مريض من 2019 استاذ، شهر 5 2019، وخرجنا خبير، دكتور خبير تماك دكتور، بان المريض ديال الاب ديالي مريض 2018 شهر 1، نيابه تماك استنفت عليه واستنفنا عليه حتى حنا، وخرجوا الحكم بان المريض ديال الاب ديالي مريض 2018 شهر 1 باش مريض. هاد السيدة هي والأبناء ديالها وواحد الابن ديالها كيستغلوا الأب ديالي، كيمشيو كيدير لهم هيبات ديال أراضي، ديال ديور، حافلات باعهم. إمتى دار هادشي؟ في 2020 2021 هو الأب ديالي أنا مريض، في 21 2018 باش مريض ديالي. دابا حنا بغينا نشوفوا الاب ديالنا، دابا الاب ديالنا حنا انت ما حاولتيش تمشي لعندو، شنو المشكل اللي لقيتي؟ استاذ مشينا دخلنا عندو، عيطنا على البوليس، والبوليس عيط لنا قال لك هاد المراه الا بديتي كتهضر معاها عبدينو بالقران من شر ما خلق. استاذ شي هويام ديال تركيا، هادي هويام ديال المغرب، هادي درجه، هادي كتقول ميسي، هويام ديال المغرب هي هادي، هي هادي، هادي مكحله كحلة من الله ولا ما كتخليكمش ولا كيفاش؟ جا البوليس، مشينا دخلنا نشوفوا، فاش جينا انا والبوليس غندخلوا نشوفوا، البوليس مشى قال لي اخويا راه ما منعكمش هاد المرأة، سيروا شوفوا. ديمارينا الطوموبيل انا وخويا، جينا ما لقيناش البوليس، البوليس مشى عيطنا لقينا فين مشى، قال لنا راه ما كاين هانيه الدنيا عندكم، سيروا دخلوا شوفوا باكم. دخلنا نشوفوا الاب ديالي، كي دخلنا بركنا مع الاب ديالي، جات وقفات علينا، شد في الدري خويا، شد فيا انا، قلنا ديوني معكم هادو راه كيضربوني، ديوني معكم، قال لك راه هادو راه كيضربوني. غادي نبدل السيد، قال لك يضرب دري خويا، قالت لي حيد يدك،
قلت لك خلي الراجل هنا. خرجت لنا بالسبان والمعيور حتى الباب ديال الفيلا ومضاربه، بغاتنا نضربوها. مشينا ديكلارينا في كوميساري والو بدون جدوى، ما كاينش مع من تكلم. درنا شكايه في هذه ديال في الجنايات هنا، صيفطونا هذه ديال الزرقطوني ولايه الامن ديال الزرقطوني، تصنتوا لينا عاوتاني رجعوا الملف للجنايات. درنا هذه الشكايه الا سمحتي لي، علاش؟ واش على انكم ما كتشوفوش ولا كاين شي حوايج اخرين؟ بان ما كنشوفوش، وبان الاب ديالنا داولي الممتلكات ديالو هو كيسين ما عقلش فاقد الوعي. برا استاذ برا ملايري راه معروف على الصعيد، الا مشيتي للمحطه ولا المغرب قلتي لهم فلان بوشعيب بسم الله السلام يقول لك كاين. سير اخويا طلق مني انا وسير للمحطه وسول عليه، كلشي يقول لك الله يعمر دار، كناكل وشربنا معاه ما نساوش خيره. السيد اطيب خلق الله تبارك الله كي كان. الشكايه اللي درتو قلتو مشيتو للامن، قلتي كلمه جنايه، شنو اللي له علاقه بالجنايه في هادشي؟ مشى استاذ مشى باع واحد الارض، الاخ ديالي انا باع الارض، ارض 240 مليون عندنا، مشينا لشهاده دار المحافظه عطاونا باش تباعت، كانت سميت الاب ديالي تحولت في اسم سيد اخر. هو كي مشى هو مشى دا مشى عند العدول دار ليه هيبه، حقاش هو مشى عند النوطير الاول باش يبيعها، النوطير ما قبلش ليهم قال لهم هذا الراجل فاقد الوعي ما نقدرش نغامر معاكم. مشى دار ليه هيبه عند العدول، فاش دوز ليه هي ثلاث شهور باعها باع ب 240 مليون. مشى دوز دار ثاني كاينه في سيدي مومن، جبنا شهادة الملكية من البرنوسي خداها حتى هي. مشينا ثاني واحد الدار ثاني كاينه في فنيدق كتشوف في البحر حتى هي خداها حتى هي، دوزها في سميتو. مشى شي خمسة الكيران مشى باعهم، عيط على السيد اللي شرى قال لي انا خوك باع بوكالة، باك دايرها ليه في 2020، با داير ليه وكالة في 2020 وبا مريض من 2018. قال لك انا ما عارفش اخو باك مريض، باع خمسة الكيران ديبو في الكيران من غير 24 كار اللي كانت خدامه، ديبو في الكيران كاع فصلهم، دا ميكانيسيت كاع فصلهم. فاش كنمشيو نشكيو ما كاينش في ولايه الامن تما تصنتوا لينا. جا رجع ثاني هنا للجنايات، جات هنا كنتفاجئوا، جينا كنسولوا قال لك لا راه داروه في الحفظ. طلبنا طالب باش علاش دار الحفظ، قال لك لا صافي في الحفظ. بغينا نعرفوا علاش. دابا حنا الغريب في الامر، وحنا خذوا نتوما خديتوا الفلوس بالصحه، وبغينا بوانا وبغينا بوانا وعطينا بوانا، حنا نصيروا عليه، حنا نمكلوا، حنا نشربوا. والسيده كتمشي تفسخ على كتمشي تجيب مالي للكريم، كتقول لهم دخلوا شوفوا السيد راه ما غيبقاش يخلصكم، وانا اللي غنخلصكم، هو غيفسخ معكم. هو كتقول لي سيني كيسيني مسكين ما عرفش علاش كيسيني هو، حتى ولات غادا بسط الكيران دايره في سميتها هي، والرخص كاع دوزاتهم في سميتها هي من غير شي كريم، ملي كانت باغا تدوزهم هي في سميتها حبستهم في وزاره النقل. هادشي بزاف اوستاذ هادشي، اللهم هذا منكر. حنا كنطلبوا سيدنا الله يعطيه صحيحته والله يخليه لينا، والسيد الحموشي والنباوي ورئيس المحكمه الله يرحم لكم الوالدين لما وقفوا معنا، وقفوا معنا الله يرحم لكم الوالدين لما وقفوا معنا، الله يرحم لكم الوالدين وقفوا معنا. احنا بغينا ابونا هاد هيام هادي اللي دات كل شيء، با كان كيتصرف في كل شيء، حتى 2017 كيبيع كيشري الاراضي، كل شيء كيبيع ملايير باش كيبيع وكيشري. هذه من 2018 لدابا دارت هي الكيران، حولات كل شيء دارتهم في سميتها، كل شيء فسخات مع الرخاص مع مالي الكريم، كل شيء حولات في سميتها. بغيت نعرفوا هي منين جا هذا الشيء، من اين لك هذا؟ ها هو يا من الله يهديك، منين جاك هذا الشيء؟ هذا الشيء كامل منين جاك؟ هاد الملاير وخديتي انت هادشي واعطيني انا با، انا باغي نهز فوق كتافي اللي كبرني وتهلا فيا، انا باغي نهز فوق كتافي وندي الحج ونطوف به وانا نجيبو لداري انا. انت عندك شي معلومات عليها قبل ما تزوجت به؟ كيفاش كان الوضع ديالها؟ واش كانت ميسوره هي ولا كانت فقيره؟ كنا فقراء الى الله. لا 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 لا، ما كان كان والو، كان عندها والو، بنت حي الشعبي، احنا كلنا احنا ولاد باب الله، ما كان عنده والو. حتى ولات دابا كتلعب في الملاير، كتقول لك عندي النفوذ وعندي ما عندك ما تصور من عندي. انت ما حاولتيش هاد الزوجه الثالثه تشوفوا معايا شي حل تخليكم تشوفوا باكم؟ قلتي انت قال لك بلا كيضربوني، ولقيتي شي علامه تاع الضرب فيه؟ لقيتي
الاخ ديالي اللي ولدها هي قالها لي، قال لي كيضربوه اللي ولد كرشها، قال لي كيضربوه. ومؤخرا كان تضرب في 2019 ضرب في الراس الدكتور، قلنا مضروب في الراس، في الراس من هنا، اللي غادي يطيح غيطيح هاد الجنب، اللي غادي يطيح غيطيح هاد الجنب، اللي غادي يطيح غيطيح هاد الجنب. الدقه جايه هنا في الراس، ايموراجي، درنا لي عمليه ب 5 مليون. هذيك الاول ديال 2019، هذيك الزوجه الثانيه، دابا الزوجه الاولى هي الام ديالك انت والابن اللي بيك، انتما الكبار. الزوجه الثانيه قلتي باقا مرتو، ما طلباتش هي انه يجي لعندها للدار؟ طلبات اصاحبي، طلبات عيات اصاحبي، راه فيلا ديالها طلبات، راه فاش ولاو كيجيو لها حتى للدار كيتهدوا عليها بالقتل، غنديروا لك غنفعلوا ليك. طلبات مسكينه، شحال نتوما المجموع كامل؟ 12، حنا 8 و4 البنات. اش كيقولوا البنات فاش؟ والبنات اش كيقولوا؟ راه لا حول ولا قوة الا بالله، حسبي الله ونعم الوكيل فيها. هو قبل ما يبدا المرض شنو هو العامل اللي حبس التجارة؟ كنتي قلتي لي قبل التسجيل قلتي لي هو كان شرا تقريبا شي 6 الكيران غير في 2017 يمكن ولا. كل كار 270 مليون. كل كار 270 مليون. راه كاين 24 كار، وسيدي أنا مشيتي للمحطة وصورتي غيقول لك هذا الشيء راه كاين. خليني أنا وسيد. ما حاولتوش أنتم ديروا الحجز على الممتلكات ديالو في هذا الظرف في نظر الوضع الصحي ديالو أنه فقيد الآلية؟ شنو لقيتوا عنده في الملكات من غير الكيران؟ كاين الأراضي درنا عليهم الحجز، ولكن اللي تباع درنا مؤخرا فسمعنا اللي تباع، ها اللي تباعت في 2020، ها الكيران تباعوا تما في 2020، ها الديور تما دازوا، ها الفلوس ديال الحافلات. ما حاولتش تشوفوا حتى البنك شنو عنده فيه؟ ما كيعطوكش البنك، ما يعطوكش با مليري، ما معروف ما يعطوكش البنك. كاينين شي سندات قال لك كانوا في الدار ما عرفت فيهم شي 6 ولا 5 المليار اللي كاينين من غير الفلوس اللي في البنك، سندات هادو. جينا قلنا لهم راه نتفقوا نتجمعوا نهار الاول فاش كان واحد يسير هاد الشركه، قالت لك لا هي لا، قلت لك راجلي عندي في الدار انا هو كل شيء. عندها هي 5 الاولاد، 5 الاولاد، 3 الدراري و2 بنات. كاين في دوك الخمسه اللي ضد هادشي اللي كدير؟ كاين واحد كاين ضد هادشي، كاين ما يتخاصم، تخاصم معاهم ضرب معاهم، ضربوا قتلوا عصا ومشات كتهدد به. دابا انت الا مشيتي لعندها ما تحلش عليك. والله لا حشت حين اخويا ما نمشيو، والله ما كيحلوا عليك. كتمشي كيقول باك راه ما كاينش، باك راه مسافر، راه في نايضق، راه في هذا ما كاينش، هنا راه في بن سليمان عاد نسام ما كاينش. هو كاين صحابو، صحابو نقاله كيبغيو يشوفوا كيما خايفين تاهما بزاف. ديما كيسولون كيدير باك، كنقول لهم اخويا راه غالب الله. هو باش عيب ياك، شحال عنده دابا من عام مسكين؟ عنده 75. مرض في 2018. قصة عجيبة حبيبي، عجيبة. ما كاينش، انا ما عمرنيش انا بحال هادشي، انا ما عمرنيش بحال هادشي. الراجل كضربو باش يسيني ليكم، خديتو الكيران بعتو. كتمشي كان ديك خطرة كتهضر في المحطة مع شي، انا ولدي والله لا يمشي، والله ما يمشي للحبس. اش عندها نفوذ؟ اش عندها؟ اش غتقول هاد المرأة؟ اش غتقولي؟ انت شحال في عمرك؟ شحال باغا تعيشي؟ واش غتعيشي 66 اخرى؟ انت شحال في عمرك؟ انتوما اللي مشيتوا للولايه في اطار الابحاث على هذا الملف اللي قلتي اللي خدا الاب وباع وشرف الابن، باع وشرف الاب ديالو وهو فقيد الاليه، كان عندكم شي ادله اللي كان عندنا حجوج ادله كامله، عندنا كاملين حطينا السيد تما الكوميسير تما قال لك هذا غادي يمشي للحبس، هذا قال لك غادي يمشي للحبس، قال لك هذا داخل. قلت لك والله لا مشى، قلت لك والله لا مشى، وعند النفوذ قلت لك والله ولدي لبرك. وفعلا كوميسير تماك في الولايه الناس طيبين هادو، قال لك كاين هذا الشيء غادي عندو المسائل. حتى كنتفاجئوا، حتى كنتفاجئوا الملف داخل الحفظ، بغينا نخرجوا من الحفظ، قال لك لا ما يخرجش، ما يخرجش هذا من الحفظ. علاش درتوا هذا الشيء؟ لا ما كاينش مع من تهضر،
حنا كنطلبوا بالسيد الحموشي وكنطلبوا بالسيد النبوي وكان الله يشافي لنا سيدنا، الله يشافي لينا والله يخلي لينا، الله يحرمنا منه والعائله الملكيه، الله يخلينا سيدنا باش يوقف معنا. ف الكلمه الاخيره قلت لي امنيتي نشوفه، ما بغيت والو من الدنيا. الاب ديالي انا كان انا باغي الامنيه ديالي هي نشوفه، انا باغي ندي لداري، انا نبركو مع اولادي. الوالده ديالي قالت لي جيب باك جيبو بركو معنا هنا، ولكن عامنتو نادي ما كاينش حبيبي، ما كاينش، ما كاينش الغالب الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، الله يخلصهم الله ياخذ فيهم الحق. الله يسر لك يا ربي. أمين. الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا، وهي المقدمه اللي تكلمت بها في الاول، اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من العقيبه، التحليل في الموضوع كامل. المال ماشي هو كل شيء في الدنيا، هذا الاسم اسم رنان سنين طوال صاحب الحافلات اللي في الصعيد الوطني معروف اسم بسم الله، هذا هو الابن البكر ديالو، هو الابن الكبير، القمه في المعاناه، يبحث عن رضا الله يشوفها الاب ديالو، ثم يلاقي سلوكيات اخرى في الجانب المالي ديال الزوجه الاخيره اللي عندها معاه الوليدات، والامنيه ديالو انه يطمئن على الاب ديالو، وكذلك غير راضي على بعض القرارات اللي كيلقاها في امر الواقع، وهي بدون موافقه الابن الاب عفوا، وهي بدون موافقة الأب لأنه هو صاحب القرار. مشاهدينا الكرام هذه القصص للعبرة ونستفدوا فيها أكثر، لأنه في النهاية كل شيء غيمشي عند الله. مشاهدينا الكرام نحن على تتبع لهذا الملف، وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص مجموعة من نقاط أخرى في هذا الموضوع، غادي نشوفوها مع عصام وكذلك مع كل من له صلة بهذا الملف. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.